بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة خلصنا الموضوع الأول وخلصنا الموضوع الثاني استفدنا فيهم، فهنبدأ نعمل مراجعة سريعة كده على الموضوع الأول النهاردة ويوم الثلاث الجاي على الموضوع الثاني. معاكم النهارده الأستاذ محمد طه شلبي، موجه بالتربية والتعليم بالمنصورة. هنبدأ على الموضوع الأول ونعمل مراجعة شاملة. هحاول إن أنا ما أحلش بس، كمان أنا هحاول أدور حوالين السؤال وأشرح اللي حواليه عشان أفكرك ونسترجع الموضوع الأول. عندي أول سؤال: يجب أن يكون الإنسان موضوعيا يتحرر من هذا الوهم حين يقرأ عن رأي أو فكر لا يؤمن به، ولا يتسرع بقبول وتصديق الآراء التي تتوافق مع هواه الشخصي. حضرتك حط خط تحت هواه الشخصي، أي يتخلص من القناعات المسبقة. يعني إذا كان عنده رأي مسبق أو فكرة مسبقة أو مؤمن بشيء معين، يحاول إن هو يتخلص منه ويعمل قبول المسبق للأفكار. ما هو الوهم الذي يريد أن يتحرر منه الباحث في هذه المقولة؟ بيقول لك يتحرر من هذا الوهم. لما تيجي حضرتك نراجع كده على الأوهام، إحنا كان عندنا درس عند بيكون بيقول أنا عندي أربع أوهام أو أوثان أو أخطاء يقع فيها العقل البشري، ألا وهي أوهام المسرح وأوهام الجنس وأوهام السوق وأوهام الكهف. طب إيه رأي حضرتك نراجع عليهم كده وهم وهم؟ طبعا أنت عندك في كتاب الوزارة أول وهم اسمه أوهام الجنس البشري، ولو تفتكر معايا كنا بنسميها أخطاء القبيلة، ودي أخطاء ظاهرة بشرية عامة وداء مشتركا بين البشر. يعني إيه؟ يعني أخطاء بيقع فيها الجنس البشري كاملة، أي أنها للنوع كله، ركز قوي في كلامي، متأصلة في تركيب العقل الإنساني. يعني العقل لا يقبل إلا ما يوافق غروره ولا يلتفت إلى التجارب التي لا ترضي هواه. يعني حاجة ضد هوايا، حاجة ضد عقلي، حاجة يعني أثبتتها التجارب لكن عقلي مش مصدقها. أنا مؤمن برأيي بس مش مؤمن برأي حد تاني، أنا رافض أي حاجة، أنا متسرع في إصدار أحكامي، أنا دايماً بأنشر الإشاعات وأصدق الإشاعات دون تروي ودون أدلة ودون براهين. أنا أخذ الآراء كما هي وأصدقها إذا كانت تتبع هوايا. ده أوهام الجنس. طب أوهام الكهف، أخطاء بتنتج نتيجة تربيتي، تكويني، تكوين الخاص سواء من حيث جسمي أو من حيث البيئة اللي أنا عايش فيها، أساليب التربية والعادة والصدفة. هي نقطة ضعف عندي إني عايش في مجتمعي وأقبل ما يقوله المجتمع دون تحري. أنا عايش منعزل في كهفي الخاص داخل أفكاري، مجتمعي وعاداتي وتقاليدي ضغط علي، تربيتي، ظروف جسمي، ظروف أمراضي. طيب أوهام السوء، أخطاء تنتج نتيجة استخدام خاطئ للغة. أوهام تنتج نتيجة أني قاعد في الأسواق وأستخدم الألفاظ دون ضبط ودون تصحيح، أستخدم المعاني بمعاني مختلفة، أستخدم اللفظ بأكثر من معنى. طيب أنا كمان يعني عندي ألفاظ لها أكتر من معنى، زي جبن له معنيين، هروب وجبنة،
والفاظ ملهاش معنى اصلا خالص، زي عو الفاظ اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه عشان تخويف الاطفال، البعبع، العو، والفاظ لها اكتر من لفظ ولكن المعنى واحد، زي اسد وغضنفر وسبع وليس وضرغام. طيب اوهام الكهف، اوهام المسرح، هيمنه بعض الافراد على افكاري او هيمنه بعض النظريات على افكاري. يعني انا مؤمن بفكره قديمه ورافض ما سواها، انا مش مقتنع باي شيء طالما انه ضد الاراء اللي انا متبنيها قبل ذلك. نظريه ارسطو في العصور الوسطى اللي كل الناس مصدقاها، طب يا عم غير، اصل التجربه اثبتت عكس ذلك. لا، طالما ارسطو ما قالش كده. دي مراجعه سريعه على الاربع اوهام. يبقى الجنس اخطاء عامه بنوع فيها كلنا، اخطاء خاصه بعقلي، لا أصدق إلا ما يصدقه هوايا وعقلي، أوهام أنا بنشر الإشاعات وأؤمن بأي إشاعة لمجرد أن الناس بتقولها، أوهام الكهف أنا عايش في كهف الخاص في بيئتي في تربيتي في جسمي في عقلي في مرضي، أوهام المسرح أنا مصدق كل اللي اتقال قبل كده وأي حد يناقض نظرية معينة أنا مؤمن بها برفضه، أوهام السوق أخطاء تقع نتيجة اللغة. اقرأ بقى السؤال. الإنسان يجب أن يكون موضوعي، يتحرر من هذا الوهم حين يقرأ عنه، ولا يتسرع بقبول أو تصديق الآراء التي لا تتوافق مع هواه الشخصي. حضرتك فكرت؟ طب قول لي كده. تمام، أوهام الجنس البشري. طب ليه؟ لأنه بيقول هنا حضرتك لا يتسرع في قبول الأشياء، يعني هنا في الجنس أنا بقى أتسرع، أنا أصدق ما يتوافق مع هواي الشخصي، قناعاتي المسبقة، يبقى عقلي مقضيني على قد كده. يبقى دي أوهام الجنس، ما تنفعش المسرح، ما ينفعش السوق، ما ينفعش الكهف. السؤال الثاني، جاليليو قرر هذا العالم أنه لو قذف بحجر في مكان عالي بحجرين، أحدهما، يعني جاليليو واقف قدام بيت كده وحيرمي حجرين من فوق، أحدهما يزن رطل والآخر 10 أرطال، فإن كلاهما يصل إلى نفس الوقت، أو يصل في نفس الوقت، يعني أنا هحذف حجرين من فوق هيوصلوا في نفس الوقت. الراجل ده جاليليو أجرى هذه التجربة على جمع من أساتذة الجامعة، ورغم أنها نجحت وصدقها، يعني صدقها كان واقعيا، إلا أن المشاهدين كذبوا أعينهم. ليه؟ عشان الكلام ده ما قالوش أرسطو. أرسطو قال لما هنزل حجرين مع بعض في وقت واحد، حجر الكبير هيسبق الحجر الصغير. طبعا جاليليو اثبت خطأ هذا الكلام وقال لا، لو انا حذفت الحجرين والرياح والجو والكلام ده في مقياس معين، الحجرين ينزلوا مع بعض في نفس الوقت. طب دي اوهام ايه؟ هل هي اوهام الجنس اللي انا ما بصدقش الا عقلي، ولا اوهام الكهف اللي انا ما بصدقش الا مجتمعي وبيئتي، ولا أوهام السوق اللي هي أخطاء اللغة، ولا أوهام المسرح الإعجاب بأشخاص معينة؟ احنا شرحناهم خلاص بقى، فانت حضرتك قول. تمام، أوهام المسرح. ليه؟ لأنهم هذا العصر مؤمن بآراء أرسطو، هيمنت عليه هذه الأفكار، لم يتركها، وبالتالي عندما أثبت غيرها فايه انا مش، يعني مش هيصدقوني لاني ضد اراء ارسطو اللي سيطر على عقله. اكثر الاشخاص يكتبون لفظ الجلاله الله بطريقه خاطئه قاتله، حيث يكتبونها الله بدلا، يعني اللاتي بدلا من الهاء، تكتب بالتاء المربوطه، مما يحمل اللفظ غير معناه، فبهذه الصوره الخاطئه تنطق اللاتي، وحاشا لله تعالى أن نشبهه بذلك أو ننطلق أو ننطق لفظ الجلالة بمثل ذلك. ده أوهام إيه؟ هل هي أوهام المسرح، ولا أوهام الجنس، ولا أوهام السوق، ولا أوهام الكهف؟ حضرتك فكر. دلوقتي إحنا بنكتب الله بالتاء المربوطة، دي أخطاء إيه؟ تمام، برافو عليك، أخطاء السوق. لماذا؟ لأن أخطاء استخدام الخاطئ للغة. بعض الناس تكتب والله
بالياء، وده ما ينفعش، لأن حضرتك كده بتضع إلهًا آخر أو لفظك غلط، الله سبحانه وتعالى بتتكتب باللفظ ده. طيب دلوقتي هناك إحدى الشائعات التي انتشرت عن مرض كورونا أنه ينتج من ملامسة الحيوان، ولقد انتشرت هذه الشائعة والكل تبناها وتخلص من حيوانه الأليف لمجرد زيوع هذه الشائعة. يعبر ذلك عن أوهام المسرح ولا الجنس ولا السوق ولا الكهف؟ للناس اللي لسه داخل حضرتك، أوهام الجنس أخطاء عامة، ده بشري عام بيقع في الإنسان لمجرد إنه بيصدق عقله، ولا يصدق إلا هواه وما يرضي غروره، وأي حاجة ضد هواه أو غروره بيرفضها. الإنسان بيصدق الشائعات كمان بينشرها لمجرد إن الناس قالوها. أوهام الكهف أخطاء بتقع من تربيتك ومن قعدتك في مجتمع معين، بتقلد عاداته وتقاليده دون تفكير ودون أدلة وبراهين، أنت منغلق على نفسك. وممكن يكون أوهام الكهف أمراضك كمان، يعني لو أنت مصاب بمرض فأنت عايش متوحد مع مرضك وفاكر كل الناس شايفك بالمرض ده، وأوهام التربية وأوهام الصدفة وأوهام العادة وهكذا. المسرح معجب بأشخاص معينة أو نظريات معينة وتقلدها تقليدا أعمى دون تفكير أو فهم أو كده. أوهام السوق الأخطاء التي نقع فيها نتيجة استخدام اللغة. طيب حضرتك هنا إشاعات شائعة انتشرت عن مرض معين وقالوا إن الحيوان لما تكون مربي عندك هيضرك، فحضرتك الناس راح ترمي الحيوانات بره في الشارع وصدقت هذه لمجرد إن الناس قالوها، يبقى دي أوهام إيه؟ تمام، أوهام الجنس، لأن هنا أنا مش مصدق إلا عقلي، ولا أصدق إلا ما يقال عن الشائعة، ولا أصدق إلا هوايا وهكذا. أحيانا يقال لشخص معلومة غريبة عن بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه أو الأفكار التي نشأ عليها، فيسرع في رفضها دون التحقق منها أو إعمال العقل فيها. افهم السؤال، واحد قاعد في بيئة معينة، حد قال له ده البيئة بتاعتك دي كذا، هو شبط فيه وقال له لأ الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، انا يعني الكلام اللي انت بتقوله ليه دي تربيتي وعاداتي وتقاليدي ولو سمحت، دون ان يتحقق هل هذه المعلومة التي قالها الشخص يعني صحيحة ام لا. فهنا هل هي اوهام المسرح ولا اوهام الجنس ولا اوهام السوق ولا اوهام الكهف؟ فكر حضرتك، واحد متأثر ببيئته ومجتمعه وعاداته وتقاليده، يبقى أوهام الجنس؟ لا، لأن أوهام الجنس دي أخطاء عامة تصديق عقلي. طيب أوهام المسرح؟ لا، لأن أوهام المسرح أنا معجب بنظرية معينة ومهيمنة على عقلي بعالمها بكله. أوهام السوق أخطاء اللغة. طب أنا أعمل إيه؟ يبقى أوهام مين؟ الكهف. لماذا؟ لأن أنا متأثر بمجتمعي ومتأثر ببيئتي، وممكن أكون متأثر ببدني، وممكن أكون متأثر بذهني والبيئة التي نشأت فيها. لمعرفة مدى كفاءة لقاح تم اكتشافه حديثا للقضاء على متحور كورونا الذي ظهر حديثا نستخدم الاستقراء. أظن كده يبقى احنا رجعنا كويس جدا على الأوهام، أوهام بيكم. ندخل على جزء تاني، فلو حضرتك احنا عايزين نعمل لقاح عايزين نعرف مدى كفاءته، انا حضرتك استخدم الاستقراء الكامل ولا استخدم الاستقراء الناقص ولا الاحصائي ولا التام؟ ما تيجي نراجع كده على الاستقراء الكامل والناقص. الاستقراء الكامل التام هو الاستقراء اللي بسميه استقراء احصائي وأسميه تام. يبقى الكامل هو التام، هو الإحصاء. هو إيه؟ هو إني عايز أبرهن على صدق قضية عامة، فبفحص كل الأجزاء التي تتكون منها هذه القضية. يعني لو أنا عايز أعرف مدى كفاءة لقاح معين
فأنا هجيب كل مرضى كورونا وهبدأ أجرب اللجاح على كل مرضى كورونا في العالم واحد واحد وحتة حتة، عشان يبقى أنا كده استخدمت الكامل التام. كل الدول، كل الأفراد، كل البلاد هجيبهم واحد واحد وأدرسهم. ده الاستقراء الكامل التام. طب الاستقراء الناقص، ان انا هجيب 3 4 5 6 100 200 وهبدا اعمل عليهم البحث واجرب عليهم كفاءه اللقاح. والله اذا كان اللقاح جاب نتيجه على دول في مده معينه، يبقى انا هبدا اعمم استخدامه على كل مين اللي يجي لهم المرض ده. يبقى انا خدت عينه او خدت جزء من ظاهره معينه وبعدين جربت عليه ثم عممت الحكم على كل الافراد اللي عندهم نفس الايه المشكله. تاني، الاستقراء الكامل التام، انا باحصي جميع جزئيات الظاهره جزئيه جزئيه. أنا بدرس جميع الجزئيات، ما بسيبش ولا جزئية. يعني أنا لو عايز أدرس مدى كفاءة اللقاح على هذا المتحور الجديد، يبقى أنا لازم أجيب كل الناس اللي عندهم هذا المرض في كل الدول في كل الأماكن، ثم أجري عليهم التجربة لمعرفة مدى كفاءة هذا اللقاح. والناقص، انا هجيب عينه منهم بس من الناس دي واجرب، هاخد 2 3 من مصر، 2 3 من حته، 2 4 من امريكا كده. يعني هجيب عينه ثم اجرب عليه ثم اعمم هذا اللقاح في حاله نجاحه على هذه العينه او الغي نجاحه. طب حضرتك دلوقتي هنستخدم الاستقراء الكامل ولا الناقص؟ هل انت ينفع تجيب كل الناس في كل العالم المرضى بهذا اللقاح وتجري عليهم التجربة؟ مستحيل. اجيب الناس دي كلها ازاي؟ يبقى انا هنقي 100 او 200 وهجري عليهم التجربة وبعدين اجرب. يبقى انت استخدمت الاستقراء مين؟ برافو، الناقص. يبقى الاستقراء العلمي الكامل، اسف، لا يصلح للاستخدام الآن في بعض الظواهر إلا إذا كان عدد الظاهرة قليل. يعني أقدر أستخدمه في مدرسة، أقدر أستخدمه في فاصل، أقدر أستخدمه في قرية صغيرة، أقدر أعدها بعض المقاطعات كده الصغيرة. أما إني أقدر أستخدمه في الموضوع ده مستحيل. يبقى أنا ما هقدرش أستخدم إلا الاستقراء الناقص، لأني هجيب عينة وجرب عليها وهكذا. طيب السؤال اللي بعده، الحديد يتمدد بالحرارة والنحاس يتمدد بالحرارة والألومنيوم يتمدد بالحرارة، لذا يحتمل أن كل المعادن تتمدد بالحرارة. يعتمد هذا الشكل على مادة الفكر ولا صورة الفكر ولا أنصاق الفكر ولا شكل الفكر؟ تعال نراجع كده ببساطة. احنا عندنا مادة فكر وصورة الفكر. اكتب معايا، مادة الفكر هي الرجوع إلى الواقع الخارجي للتأكد من صدق الموضوع الذي أتكلم فيه. يعني لو أنا بتكلم على إن الحديد يتمدد بالحرارة، يبقى أنا لازم أرجع الواقع وأجيب قطع من الحديد أنواع وأضعها على النار ثم أجرب إلى أن أرى الحديد يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد. عندما تثبت التجربة أو يثبت الواقع الخارجي أو تثبت الواقع الفعلي أن الحديد يتمدد بالحرارة، إذا من الممكن أقول أن الحديد يتمدد بالحرارة. يبقى دي مادة الفكر. أما صورة الفكر أو شكل الفكر، ده الصورة الشكل. يعني أنا لو مثلا مليتك دلوقتي حاجة كده وشوفها معايا، اكتب الطيور تطير،
البقر طيور، البقر يطير، دي اسمها حجة استنباطية. طب الحجة الاستنباطية دي صحيحة ولا فاسدة؟ حضرتك كده بص على الشكل، الطيور تطير، البقر طيور، البقر تطير، دي حجة. القضية الأولى صادقة اللي هي الطيور تطير، والبقر طيور دي كذبة مش تبع الواقع، والبقر يطير كذبة، ولكن الحجة صحيحة. طب صحيحة ليه؟ لأن صورة الفكر مظبوطة. يعني إيه صورة الفكر؟ يعني الحدود في أماكنها، يعني إنه هناك علاقة بين المقدمات والنتائج. فأنا افترضت إن الطيور تطير كلها، وافترضت إن البقر طيور، وافترضت إن البقر يطير، يبقى أنا الترتيب اللي قدامي ده ترتيب صحيح، ترتيب، ولازم ما اتكلمتش عن الواقع. طالما الترتيب صحيح والصورة مظبوطة واللقطة متاخدة صح وكل الحدود في مكانها وتوجد علاقة بين المقدمات والنتائج، يبقى صورة الفكرة صحيحة. يبقى الصورة هي الشكل، هي الرصة، هي الحدود في أماكنها، هي هناك علاقة بين المقدمات والنتائج. أما مادة الفكر الرجوع للواقع الخارجي، لابد أن تثبت التجربة ذلك. طب قدامك دلوقتي الحديد يتمدد بالحرارة، والنحاس يتمدد بالحرارة، والألمونيوم يتمدد بالحرارة، يحتمل. طب ليه قلت يحتمل؟ لأن ده واقع واستقراء، والاستقراء نتيجته احتمالية. لماذا؟ لأن من الممكن أن يظهر نوع جديد من المعادن لا يتمدد بالحرارة، ومن المؤكد أن هناك الآن معادن لا تتمدد بالحرارة زي الفولاذ مثلا، أو العربيات المصفحة مصنوعة من إيه؟ من معادن، وهذه المعادن لا تتمدد بالحرارة. سيارات الرؤساء وسيارات كبار القادة يعني مصفحة، لا يخترقها الحرارة ولا يخترقها الرصاص ولا الكلام ده كله. يبقى حضرتك العلم احتمالي، تمام؟ طيب انا دلوقتي بتكلم على ماده الفكر ولا على صوره الفكر؟ لا، ده انا باخد الحديد وباخد النحاس وباخد الالومنيوم واروح اجرب في المعمل، والنتيجه اللي بتطلع بكتبها، يبقى انا بتكلم على ماده الفكر. طيب لو كان السؤال بيقول لك الطيور تطير، البقر طيور، البقر يطير، يبقى انا بتكلم على صوره الفكر مش ماده الفكر، لان الكلام ده من الواقع غلط لكنه من الصوره صح. يعني أنا بحاول إن أنا ألف لك حوالين السؤال وأجيب لك كل ما يخص الحاجات دي عشان تسترجع معايا الباب الأول بكل بساطة. طيب السؤال اللي بعد، يقول البعض في مجال القانون كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، بينما في مجال العلم كل فرد متهم حتى يثبت بي. الملاحظة، الفرض العلمي، القانون، التجربة. حضرتك تعالى معايا نراجع على الكلام ده. هي الملاحظة معناها ايه؟ الملاحظة معناها اني بوجه حواسي وادواتي نحو فحص الظاهرة. يعني انا ببص بالميكروسكوب على الخلية فبعرف ايه مكوناتها، دي ملاحظة. انا بجيب التلسكوب وببص على الفلك، دي ملاحظة. أنا براقب نمو النبات، دي ملاحظة. أنا بجيب أدوات وعدد وأجهزة وبثبتها في الأرض وبراقب نمو الشجرة، دي ملاحظة. يبقى الملاحظة ببص سجل، براقب وسجل، وبستخدم عقلي في معرفة الأشياء التي لا أراها بعيني، يعني بحاول أربط الظاهرة ببعضها. طب الفرض، تفسير مؤقت للظاهرة، اقتراح مؤقت، قانون لم يثبت بعد. يعني انا قبل ما اجرب خالص فقلت صدق ممكن الغاز ده اهو يتصف بالصفات ده، اهي هو انا لسه عملت حاجه؟ لا ما عملتش، انا بفرض فرض. انا شايفك خاسس، انت ممكن يكون عندك كذا، ده ايه؟ فرض علمي. جبته منين؟ من الملاحظة، ما أنا شفتك. يبقى الفرض يأتي من الملاحظات. يعني لو تفتكر
عندك عالم اسمه جابر بن حيان قال لك الملاحظة والمشاهدة أولا ثم وضع الفروض، يبقى الملاحظة بعدين الفرض. طيب أنا بقى حطيت الفرض، الفرض ده إيه؟ احتمال. طب أنا عايز أعدي الفرض وما أخلوش احتمال، أنا عايز أخليه قانون، يبقى لازم يعبر على معبر. ما هو التجربة؟ يبقى التجربة هي معبر يعبر فوقه الفرض فيتحقق فيصبح قانونا أو نتخلص منه. يبقى مين اللي أثبت خطأ الفرض؟ التجربة. ومين اللي أثبت صحة الفرض؟ التجربة. ومين اللي خلاني أثبت على الفرض ده وأكمل بيه؟ التجربة. ومين اللي خلاني أتخلص من الفرض وأسيبه وأجيب فرض تاني وتالت ورابع؟ التجربة. طب نقرأ السؤال بقى، والقانون هو الإيه؟ الفرض اللي أثبت. أنا أثبتت إن الحديد يتمدد بالحرارة، يبقى الحديد يتمدد، ده قانون. طب تعالى كده نشوف بقى تاني. يقول البعض في مجال القانون كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، بينما في علم كل فرد متهم، يعني الفرد لم يثبت بعد. طب مين اللي هيثبته؟ برافو، التجربة. ليه؟ المعبر الذي يعبر فوقه الفرد فيصبح قانونا. يبقى من غير التجربة أنا مش هقدر أتثبت من الفرد ولا أعرف، لكن الملاحظة دورها إنها بتجيب الفرد. وخلي بالك في العلم الحديث يعني الفرد يتم التأكد منه بالملاحظة والتجربة، لكن هنا إحنا فاصلين بينهم للدراسة عشان تعرف يعني إيه ملاحظة ويعني إيه فرد ويعني إيه تجربة ويعني إيه قانون. ريسفورد أثبت أن الذرة شمسا مصغرة باستخدام الاستدلال الاستنباطي ولا الاستقرائي ولا التمثيلي ولا الرياضي؟ حضرتك كده فكر دلوقتي، يعني ايه استدلال استنباطي؟ يعني مقدمات ونتائج، يعني الطيور تطير، العصافير طيور، العصافير تطير، يعني بعمل مقدمتين ونتيجة، وده صوري. طب وما ملوش دعوة بالواقع، طب ده عبارة عن ايه؟ يعني هو لا يتم التأكد منه بالتجارب. طب الاستقراء الايه؟ الاستقرائي ده بقى واقعي شوية، ده انا برجع للواقع الفعلي فيه، ده ما فيش علاقة بين المقدمات والنتائج. طيب امال ايه هو الاستدلال التمثيلي؟ الاستدلال التمثيلي هو حجة تعني التشابه والتناظر بين أمرين أو أكثر. الاستدلال التمثيلي يعني بمثل شيء بشيء أو بشابه شيء بشيء، أنا بشوف إيه اللي بين الشيئين وشبه. طب نرجع لإيه؟ الرياضي. الرياضي ده اللي هو الاستنباط الرياضي اللي في الموضوع الثاني، اللي هي الرياضة علم اليقين والمعرفات واللا معرفات اللي خدناها والكلام ده. طب دلوقتي لما نرجع لريسفورد هنلاقي ان ريسفورد ده قال ايه، وجي بعد منه حد تاني اسمه نيلز بور، قالوا ان الشمس تقع في مركز الذرة، في مركز العالم، الشمس تقع في مركز النظام الشمسي. طب والذرة تقع الشحنات الموجبة في مركز الذرة، يعني بالضبط زي بعض اهو، الشمس بتقع في مركز النظام الشمسي او المجموعة الشمسية. طب والشحنات الموجبة لو رحنا في الذرة في مركز الذرة. طب اتنين، الكواكب تدور حول الشمس. طب روح للذرة كده، الالكترونات تدور حول مركز الذرة حاملة الشحنات السالبة. لا يعني الراجل بيشبه الذرة بالشمس، يبقى هنا استدلال ايه؟ برافو، استدلال تمثيلي، لانه استخدم الممثلة ووصل الى ان الذرة شمسا مصغرة نتيجة انه شبه الذرة بالشمس. لا يكفي للبرهنة على صحة التعميم عند بيكون ان يأتي مؤيدا بحالات موجبة فقط او حالات متعددة فقط، بل لابد أن نبحث عن حالات مؤيدة سالبة معارضة
ممثلة للظاهرة كثير. ما تيجي أفكرك، بيكون عمل 3 قواعد. الأول خالص قال لك إن أنا عندي حاجة اسمها الجانب السلبي اللي هو الأوهام، الكهف والجنس والسوق والمسرح. بعدين قال لك بعد ما تخلص دول يا عمنا يا عالم، تعالى بعد إذنك هات الجانب الإيجابي اللي هو جمع المعلومات وترتيب المعلومات في قوائم، حضور هحط الحاجات اللي فيها الظاهرة، وغياب هحط الحاجات التي تفتقر إلى الظاهرة، والتفاوت هحط الدرجات. يعني دي زيادة عندك. طيب لنفرض إن بدر الظاهرة ما، وقعدت أجمع كل الحالات المؤيدة، يعني مثلا خليني أدرس الحديد والمعادن. أنا جبت كل المعادن فلقيتها تتمدد بالحرارة، فعملت المؤتمر العلمي بقى، وهطلع على المنصة وأقول يا جماعة يا إخواننا العلماء، كل المعادن تتمدد بالحرارة. هنا في رأيي بيكون أنا وقعت في خطأ خطير جدا. إيه هو؟ إني اهتميت إني أجيب كل الحالات المؤيدة لرأيي، وتغافلت عن الحالات المعارضة. يعني أنا قعدت أدور على كل المعادن التي تتمدد بالحرارة، وفرحت قوي ورايح أعمل إعلان، يلا يا جماعة تعالوا أنا هعلن إن المعادن كلها تتمدد بالحرارة. وجيت أعلن، لقيت واحد طلع لي عالم قال لي يا أستاذ بعد إذن حضرتك هذا المعدن لا يتمدد بالحرارة، هذا المعدن لا تخترق الحرارة، هذا المعدن هو معدن ضد التمدد. يبقى أنا شكلي إيه؟ عشان كده بيكون بيقول لي إيه؟ بيقول لي لا يكفي للبرهنة على صحة التعميم أن تأتي بحالات متعددة، لا ليه؟ لأن ظهور حالة واحدة سالبة معرضة يكفي لنقض التعميم. يعني إيه؟ يعني لازم أهتم بالحالات السالبة زي الحالات المؤيدة بالظبط. يعني إيه؟ يعني أنا بعمل بحث عن المعادن التي تتمدد بالحرارة، يبقى أنا هجمع كل المعادن التي تتمدد بالحرارة، لكن في نفس الوقت هدور على حالة سالبة، يعني هدور على حالة لا تتمدد بالحرارة. ليه؟ عشان يبقى البحث بتاعي كامل، ما تهتمش بالمؤيد فقط وتسيب المعارض، فلما يظهر يبقى شكلك وحش قدام العلماء. يبقى لازم كباحث تدور على الأدلة التي تناقض بحثك أو سالبة ومعارضة لبحثك، يبقى أنت كده بتطلع كل حاجة مظبوطة. زي القاضي اللي قاعد يدور على أدلة الاتهام كلها، وبعدين بعد ما هينطق بالحكم خلاص ظهر دليل جديد يبرئ المتهم، يبقى ضد كل الأدلة ودليل قوي، يبقى كان لازم أدور عليه قبل ما أبدأ، يعني قبل ما أهتم بالأدلة الإيه؟ المعارضة فقط. تمام؟ وقال اللي بعده، اشترى كلود برنار من السوق أرنب ووضعه على المنضدة وذهب للداخل، وعندما عاد وجد أن الأرنب تبول على المنضدة، ووجد برنار أن بول الأرنب حمضي صافي. يعبر ذلك عن إحدى خطوات المنهج العلمي، وهي الملاحظة ولا التجربة ولا الفرض ولا القانون. حضرتك فكر كده، كلود برنار حط الارنب على المنضده، راح جوه ورجع الارنب تبول، الراجل بيبص لقى بول الارنب حمضي صافي، يا نهار ابيض. يبقى دي ايه؟ هل دي تجربه؟ لا. ليه؟ احنا قلنا التجربه ان انا بهيئ الظروف داخل المعمل، بغير في الظاهره، بعمل اجراءات مصطنعه على جزئيات الظاهره. طب هو هنا عمل اجراءات في المثل، يعني هو عمل اجراءات دلوقتي في المثل اللي قدامي ده؟ لا، هو مجرد انه حط الارنب فالارنب تبول، بول الارنب حمض صافي، ما شافش اكتر من كده لسه، لسه هنشوف، لسه التجربه كبيره، لكن انا بتكلم على الجزء اللي قدامي. فرض فرض،
ما فتحش بقه وقال حاجه، ما حطش اي فروض لغايه دلوقتي. هل وصل لقانون؟ لا. يبقى هو مجرد ايه؟ ملاحظه علميه. الراجل راح لاحظ ان بول الارانب حمض صافي، ومن المؤكد ان بول الارنب ليس حمض صافي لان الارنب من العشب، يعني ياكل عشب. يبقى دي ايه؟ ملاحظه. توجيه الذهن والحواس والادوات نحو ظاهره معينه لم يتعدى. السؤال اللي بعد كده، انا بحاول برضو ان انا الف معاك، يعني بحاول اجيب كل الايه الاجزاء عشان تبقى فاهم، يعني مش مجرد اسئله وبنجاوب عليها وبس، ده انا بحاول الف لك حواليها عشان تقدر ان حضرتك تراجع معانا الباب الاول. وضع كلود برنار العشب للارنب، يعني هو بعد ما لاحظ ان بول الارنب حمض صافي قال لا ده انا بقى هشوف الحكايه دي ايه، تعالى يا عم نشوف، وراح جايب عشب للارنب برسي، وترك العشب للارنب عده ايام، فلاحظ ان البول تحول من حمض صافي الى قلوي عكر. تمام. يعني طب لو انا شلت العشب تاني من قدام القرن وسبته كذا يوم هيرجع حمض صافي، يبقى انا اما احط العشب هلاقي البول تحول الى قلوي عكر، هشيل العشب حمض صافي. انا دي بقى خلي بالك، انا لو كررت السؤال اللي فات دي ايه؟ تجربه. لكن انا عايز اللي قدامي دلوقتي، هل هي طريقه الاتفاق ولا الاختلاف ولا البوائي ولا الجمع بين الاتفاق والاختلاف؟ انا عايز اقول لك حاجه تانية. انا هعتبر ان السؤال ده ملوش الاختيارات دي، انا هحط اختيارات تانية. وضع كلود برنار العشب للارنب وتركه عده ايام فوجد ان البول تحول من حمض صافي الى قلوي عكر. حط بقى حضرتك كده الملاحظه ولا التجربه ولا الفرض ولا القانون؟ لا التجربه المره دي، لان انا المره دي هجرب. انا شفت البول حمض صافي فرحت حاطط قدامه برسيم وسبته عده ايام فتحول الى قلوي عكر، يبقى دي تجربه. يبقى هنا انا مش في مجال مين؟ الملاحظه، لا انا في مجال التجربه. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا. كلود برنار حط العشب للارنب وسابه عده ايام فوجد البول ان هو تحول من حمض صافي الى قلوي عكر، هل دي طريقه الاتفاق ولا الاختلاف ولا البوائي ولا الجمع بين الاتفاق والاختلاف؟ انا بتكلم على اللي قدامك بس. طب ما تيجي نراجع على طرق التحقق من صحه الفرض العلمي عند ميل. الاول طريقه الاتفاق، تلازم بين العله والمعلول في الوجود، يعني اذا وجدت العله وجد المعلول. فاكرين لما كنا بنقول الاسره اللي راحت تاكل وبعدين حصل لها تسمم، فقلنا ايه؟ اذا اشتركت حالتان او اكثر من حالات الظاهره التي نبحثها في ظرف فان هذا الظرف عله المعلول. يبقى طريقه الاتفاق وجد وجد. طيب طريقه الاختلاف غاب غاب، اللي هي ان هناك تلازم بين العله والمعلول في الغياب، يعني اذا غابت العله غاب المعلول. اللي قلنا على حضرتك شربت القهوه شعرت بالارق، ده طريقه الاتفاق. طب ما شربتش قهوه ما شعرتش بالارق، طريقه الاختلاف. امال ايه طريقه البوائي؟ علتين لمعلولين، علتين لمعلولين. طيب العلة الأولى عرفت إنها معلول المعلول الأول، طب إذا العلة الثانية أنا مش عارف بس أنا توقعت إنها معلول المعلول الثاني. تاني طريقة البوائي علتين لمعلولين، علتين لمعلولين. طيب العلة الأولى معلول المعلول الأول، يبقى العلة الباقية معلول الثاني. يعني لو عندي امتحانين لاثنين طلاب، الامتحان الأول أنا عارف إنه بتاع الطالب الأول، يبقى الامتحان الباقي بتاع الطالب الثاني، أدى البوائي. طب الجمع بين الاتفاق والاختلاف، اللي هو وجدت العلة وجد المعلول، غابت العلة غاب المعلول، يبقى الاثنين مع بعض. وطبعا في طريقة اللي هي التلازم في التغير اللي هي الطريقة الخامسة، اللي هو
زادت العلة زاد المعلول، قلت العلة قلت المعلول، ولو زادت العلة قل المعلول، ولو قلت العلة زاد المعلول. طيب نرجع بقى للسؤال حضرتك، أنا فهمتك كل حاجة ورجعت لك عليها، يلا قول. وضع كلود برنار العشب للأرنب وتركه عدة أيام، يبقى وجد العشب فوجد أن البول تحول من حمض صافي إلى قلوي عكر، يبقى إيه؟ وجد العشب وجد القلوي العكر، يبقى طريقة تمام الاتفاق. ليه؟ وجد لو كان قال لي انه بعد كده شال البرسيم فتحول الى حمض صافي، يبقى كده وجدت العله وجد المعلول، غابت العله غاب المعلول، وجد العشب وجد القلوي العكر، وغاب العشب غاب القلوي العكر، يبقى كانت طريقه الجمع. طب لو قال لي ان هو بس جاب في السؤال بس ان هو لو شال البرسيم فبقى حمض صافي، يبقى دي طريقه الاختلاف، وهكذا. يبقى حضرتك بسهوله جدا ممكن تجيب الحاجه وتراجع عليها ببساطه يعني. السؤال اللي بعد كده، كثير من رجال الاعمال يطلبون المال والشهره. معتز رجل اعمال، ربما ان يكون معتز طالب مال وشهره. ده استنباطية توصف بأنها صحيحة أو باطلة، ولا استقرائية مقدمتها أساس حاسم لصحة النتيجة، ولا استقرائية عالية الرجحان، ولا استنباطية نتيجتها تلزم ضروريا عن مقدمتها. حضرتك فكر معايا بعد إذنك، كثير من رجال الأعمال يطلبون المال والشهر، دي مقدمة. معتز رجل أعمال، ربما، خلي بالك، ربما يمكن أن يكون معتز طالب مال وشهرة. هل دي استنباطية الأول ولا استقرائية؟ حضرتك الاستنباطية مقدمات تلزم عنها نتائج، وما بتبقاش احتمالية، ما أقولش فيها ربما أبدا، ده بتبقى صحيحة أو باطلة. طب دي ما هيش استنباطية ولا توصف بأنها صحيحة أو باطلة، ما فيهاش قواعد الاستنباطية أصل، يبقى دي حضرتك ما تنفعش استنباطية، يبقى أنا بستثني الاستنباط خالص. يبقى دي استقرائية مقدمتها أساس حاسم لصحة النتيجة، أو استقرائية عالية الرجحان. يبقى أنا شلت استنباطية لأن دي مش استنباطية، دي فيها ربما، دي احتمالية، دي ادتني احتمال، فالاستقراء احتمالي ما ينفعش فيه يقين، إلا الاستقراء الكامل التام فقط هو الذي يكون يقين، لأن بعد جميع الجزئيات جزئية جزئية، فبسيبش ولا جزئية زي ما قلت لك في أول الحصة. طيب تعالى على الاستقراء، شوف يا سيدي، الاستقراء يعود إلى الواقع الخارجي، الاستقراء يعود إلى الواقع الخارجي، يبقى لا يعود إلى المقدمات، يبقى ما ينفعش اقول استقرائية مقدمتها اساس حاسم لصحة النتيجة. ليه؟ في الاستقراء لا توجد علاقة بين المقدمات والنتائج علاقة حاسمة، وانما ايه؟ تعمل المقدمات على تقوية الحجة او على اضعافها، لكن مش علاقة حاسمة. اكتب ورايا بعد اذنك، الحجة الاستنباطية توجد علاقة صارمة أو حاسمة بين المقدمات والنتائج، أما الحجة الاستقرائية لا توجد علاقة صارمة أو حاسمة بين المقدمات والنتائج. الحجة الاستنباطية النتائج تعتمد في صحتها أو بطلانها على المقدمات، يعني لو العلاقة زي ما قلنا في الأول الشكل مظبوط، الرصة مظبوطة، ترتيب الحدود مظبوط، يبقى في علاقة بين المقدمات والنتائج، يبقى دي حجة صحيحة. لو مفيش ده يبقى حجة باطلة. طيب أمال الاستقراء؟ لا، المقدمات ملهاش غير وظيفة واحدة، أن تعمل على تقوية الحجة أو تعمل على إضعاف الحجة، لذلك هي قلنا إن الحجة الاستقرائية حجة احتمالية، لذلك هي عالية الرجحان،
يعني ايه عاليه الركحان؟ يعني اما المقدمات تقوي النتيجه يبقى النتيجه هنا عاليه الركحان. ربما ان يكون معتز طالب مال وشهره، دي عاليه الركحان. يعني لو وصل الى اني متاكد 1000000% ان معتز طالب مال وشهره، برضه دي 99 مش 100 100، ما عمرها ما توصل الى اليقين التام. هي استقرائيه عاليه الركحان، يعني عاليه الصدق، لكن عمرها ما توصل الى صدق 100% او 1000000% ابدا. تمام تمام ارجو تكون استفدت من الكلام ده يعني، او بتسجل وراي. ارتفاع مستوى القلق والاستثارة العصبية يؤدي إلى خفض الوظائف المعرفية، زاد قل. يدافع الموقف السابق عن إحدى طرق مل: التلازم في الحضور، ولا التلازم في الغياب، ولا البوائي، ولا التلازم في التغير. قلت لحضرتك إن طريقة البوائي علتين لمعلولين، علة عارف إنها بتاعت المعلول الأول يبقى المعلول الثاني بتاع العلة الثانية. تلازم في الحضور وجد وجد، تلازم في الغياب غاب غاب. طب هنا بيقول لحضرتك ارتفع مستوى القلق، خفضت الوظائف، يعني زاد قل. لما انا عندي طريقه من طرق التحقق من صحه الفرد العلمي عند مل، وهي التلازم في التغير، اللي هي ايه؟ اللي هي بتقيس العلاقه بين العله والمعلول زياده او نقصان. يعني اكتب حضرتك، لأن الكلام ده نصه مش موجود في كتاب الوزارة، فإحنا بنضيف لحضرتك، لأن السؤال ده جه في الامتحان السنة اللي فاتت التجريبي، ولازم تبقى فاهم أن طريقة التلازم في التغير عند مل أنها بطريقة طردية أو بطريقة عكسية. طب بطريقة طردية زادت العلة، زاد المعلول، قلت العلة، قل المعلول. تمام؟ زاد الهدوء، زادت القدرة على الاستذكار. قل الهدوء، قل القدرة على الاستذكار. يبقى بطريقة طردية. زاد الكالسيوم في اللبن، زاد نمو العظام. قل الكالسيوم في اللبن، قل نمو الايه؟ العظام. طب بطريقة عكسية، زادت الضوضاء، قل التركيز، زاد مستوى القلق والاستثارة، خفضت الوظائف المعرفية. يبقى دي برضو تبع مل، يبقى دي التلازم في التغير. بتقيس العلاقة بين العلة والمعلول بطريقة طردية، وتقيس العلاقة بين العلة والمعلول بطريقة عكسية. يبقى هي تقيس العلاقة بين العلة والمعلول بالزيادة والنقصان. أي تغير يحدث في العلة لابد أن يصاحبه تغير في المعلول. قد يطلب المعلم من طلابه رسم عدة مثلثات متنوعة، ثم يطلب منهم استخلاص الخاصية المشتركة ليصل إلى قانون عام. حجة: استقرائية النتيجة قضية خاصة، ولا استقرائية النتيجة أكبر من المقدمات، ولا استنباطية تنتقل من العام للخاص، ولا استنباطية النتيجة فيها لا تتجاوز المقدمات. قلم ورقة واكتب. المعلم بيقول للطلاب ارسموا يا جماعة مثلثات متنوعة، ثم طلب منهم يشوفوا الخاصية المشتركة من المثلثات دي كلها. يعني ارسم لي مثلث 2 3، وبعدين ابدأ يوصل للقاعدة عامة. يبقى انا هنتقل منين؟ من عدة مثلثات إلى قاعدة عامة على كل المثلثات. يبقى ده حضرتك من خاص لعام. يبقى استنباط ولا استقراء؟ لو كان استقراء يبقى هينتقل من خاص لعام، لو كان استنباط يبقى هينتقل من عام لخاص. يبقى هو إيه؟ حجة استقرائية النتيجة أكبر من المقدمات. طب أكبر من المقدمات ليه؟ لأن النتيجة انتقل من الخاص للعام. يبقى ما ينفعش استقرائي النتيجة قضية خاص، لأن النتيجة هنا قانون عام. يبقى حضرتك لازم تفهم هو الاستقرائي ينتقل منين؟ من الخاص للعام، من عدة مثلثات إلى كل المثلثات، عام خاص. أما الاستنباط من إيه؟ خاص عام. أما الاستنباط
من عام لخاص، وديت من خاص لعام، يبقى حجة استقرائية النتيجة أكبر من المقدمة. أنتج المصنع كمية كبيرة من التونة وتم تعليبها جيدا، وعندما تم فتح إحدى العلب كانت التونة طازجة وجيدة، وكان نفس الحال عندما تم فتح علبة تانية وتالتة ورابعة، ومن هنا استنتجنا أن كل علب التونة طازجة وجيدة. دي نتيجة صدقها صدق يقيني ولا احتمالي ولا قبلي ولا صوري؟ بالله عليك كده ورقة وقلم. المصنع عمل تونة كتير قوي، علبها، فتحنا علبة التونة طازجة، ثم فتحنا علبة التونة طازجة، ثم فتحنا علبة التونة طازجة، وجبنا الرابعة كمان، يبقى أنا خدت عينة، ثم وصلت إلى أن كل علب التونة طازجة، يبقى انتقلت منين؟ من خاص لعام. يبقى استقراء ولا استنباط؟ استقراء. كامل ولا ناقص؟ ناقص. طب ناقص ليه؟ لأني أنا درست علبة واثنين وثلاثة واربعة يا مستر، يعني عينة، فوصلت إلى أن كل التونة ممتازة، يبقى هنا يقيني. لا، ليه؟ أنا يا عم ما شفتش كل التونة، أنا شفت كام علبة، أنا وصلت قلت كل، يعني استنتجت كل العلب ممتازة. طب ده إيه؟ احتمالي، ترجيحي، عمره ما يبقى يقيني أبدا. لماذا؟ لم أرى كل علب التونة، أنا رأيت عينة من عينات التونة فقط، يبقى دي نتيجة إيه؟ احتمالية ترجيحية. اعتمد منهجه العلمي على استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقائع والانطلاق من حوادث خاصة إلى حكم يشمل الظواهر المماثلة. مين اللي هيوصل لقاعدة عامة من مفردات؟ يعني من عام هيوصل لعام من خاص، هل هو الحسن بن الهيثم ولا جابر بن حيان ولا جورج بول ولا كانط؟ هترجع كده، مين اللي قال سأبدأ بدراسة أجزاء خاص ثم أحولها إلى بيانات رياضية، أقيسها وأدرسها وأحولها لبيانات رياضية وأوصل إلى دراسة كل المفردات المشابهة؟ برافو، الحسن بن الهيثم على طول. لماذا؟ لأنه استخدم الاستقراء الناقص اللي بيوصل لقاعدة عامة من مفردات خاصة ومن حوادث خاصة. أعطى الأولوية الكبرى للتجريب، وحكم على علمية الباحث أو عدم علميته بالتجربة، وأطلق عليها التدريبات. حسن بن الهيثم ولا جابر بن حيان ولا جورج بول ولا كانط؟ فاكر الراجل اللي قالك من كان ضربا كان عالما، من لم يكن ضربا لم يكن عالما؟ التجربة في ذلك الوقت لم يكن يطلق عليها تجربة، وإنما كان يطلق عليها التدريبات. برافو على حضرتك جابر ابن حيان. تمام، يا ريت تكون استفدت مني. رجعت لك على اجزاء كتير جدا من المنهج في الباب الاول، وحاولت ان انا اشرح الاجزاء دي كامله وما ركزت على السؤال فقط. ربنا يعينك ويوفقك. يوم الثلاثاء هيبقى عندنا مراجعه تاني على الباب الثاني في المنطق، وان شاء الله برضو تراجع يوم الحد على الفلسفه. كان معاك الأستاذ محمد طه شلبي، موجه بالتربية والتعليم بالمنصورة.